الزروة بإمكانه يتقدم أمامه أربعة أمتار أو خمسة أمتار فارغة، يتقدم سافان، هناك خطأ، هناك خطأ ضد بوجاكجي الذي يحمل رقم 13، ضرب خطأ للرجاء جانبية تقريبا بعيدة ب 25 متر على مرمى الحارس كواو. كل لاعبي فريق شبيبة القبائل أمام مرمى الحارس القواوي إذا استثنيت حمزة ياسين. ضربة خطأ واضحة نبيل مسلوب، تقريبا سبعة لاعبين فريق الرجاء أمام تقريبا 10 لاعبين جزائريين. تمريرة هدف جميل لفريق الرجاء، أظن مسجل هو اللاعب شكيليط، أظن هدف بالفعل عبد الرحيم شكيليط يرتقي فوق الجميع وسجل الهدف. جول وهدف للرجاء، هدف يمكن نقول يجي في الوقت المناسب ويخرج الرجاء من حالة الارتباك، شيء طبيعي كما قلت، ضغط نفسي رهيب على اللاعب. هدف يجي في الدقيقة تقريبا 13 ويحول مركب الرياضي محمد الخميس لشعلة متقدة، تقريبا 70,000 متفرج تؤازر فريق الرجاء. هدف جميل، كرة مقوسة، تمنى مقوسة بالفعل، ارتقاء جميل فقط، حارس القواوي راقب الكرة تخترق الشباك. الرجاء متقدمة في مباراة اياب 1-0. افضل توقيت زمني اللي يمكن يسجل في فريق ميدانو وكيبحث على فريق هدفين هو تقريبا 12-13 دقيقة. نبيل جميلة في اتجاه مايكا، ولكن تمشي كرة للجمهور يمكن يلزمو يآزر 90 دقيقة فريق الرجاء. تصل من الأصداء الغنية عن كل تعليق. الرجاء تقدم ب 1-0، هدف شكيليط منذ الدقيقة تقريبا 13. بيدودان ارتقاء جميل اتجاه مايكا، ولكن الأسرع هو اللاعب مفتاح ياجور. ياجور كما قلت اليوم يمنح له المدرب أوسكار.